بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم على اليورين فورميشن، تكوين البول. There are three fundamental processes that produce concentrated urine. يعني في ثلاث خطوات أساسية، ثلاث عمليات أساسية من خلالها بنكون البول. Number one, which is filtration، اللي عملية الترشيح. Number two, which is reabsorption، عادة امتصاص. And number three, which is secretion. الفلتريشن، بلازما passes out the blood into the nephron cavity اللي هو الجلوميرولوس، بيحصل فيها عملية الفلتريشن وتخرج لك الايه الفلتريشن ده اللي هو كان بالشكل ده هنا كده، بيخرج الفلتريت هنا بالشكل ده في الجلوميرولر سبيس، في البومنز سبيس او محفظة بومن. يعني ليه؟ نتيجة تعرض ضغط الدم هنا فيحصل عملية فلتريشن، يبقى فورمينج الفلتريت بيسموه الجلوميرولر فلتريت، جلوميرولر فلتريت. وقلنا ده قبل كده ان هو بيبقى حوالي كام؟ بيبقى حوالي 180 لتر بير دي. طيب بعد كده اذا كان اللي بيخرج بس من الدم 1.5 لتر، يبقى الباقي ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له عملية ري ابسوربشن. Most materials such as water والجلوكوز والأمينو أسيد are recovered from the filtrate and returned to the blood، ويحصل لها reabsorption تاني وإعادة امتصاص مرة أخرى. ده طبعا معظمه بيتم فين؟ معظمه بيتم في البروكزيمال convoluted tubules. يبقى ده بيحصل في الجلوميرولوس اللي هو الفلتريشن، وده بيحصل في البروكسيمال كونفوليوتد تيبولز. السكريشن بعد كده بيتم في some materials are added to the filtrate from the blood، زي الهيدروجين ايون مثلا، زي الدراج ميتابولايتس. الدراج ميتابولايتس كل ده بيتم في، معظمه بيتم في الديستال كونفوليوتد تيبولز. ده اول شيء خالص اللي هو الجزء ده على اليسار اللي هو الجلوميرولر فلتريشن، بيتم فيه الترشيح لما يتعرض للضغط الدم يحصل فلتريشن من السهم الاخضر ده، يطلع الووتر، تطلع اليوريا واليوريك اسيد كويس جدا، دي المواد السامه، يطلع الاكسس سولتس الاملاح الزائده. طيب بعد كده يطلع كمان الجلوكوز، يطلع كمان الامينو اسيد المواد المفيده في جسمك. وبالتالي دي اول خطوه، يبقى يعقبها ايه؟ خطوه اخرى اللي هي رقم 2 اللي هي التيوبولار ريابسوربشن، عمليه اعاده امتصاص. اعاده امتصاص المواد المفيده للجسم، اعاده امتصاص الميه الزياده اللي المفروض ما تخرجش كتير، الجلوكوز، الامينو اسيد، السولتس الكتيره اللي خرجت دي ترجع تاني يحصل لها ريابسوربشن وتدخل تاني للبلاد كابيلرز اللي هي البيري تيوبولار كابيلرز نتورك. طيب بعد ما حصل إعادة امتصاص للمواد الضارة، لو في تركيز هيدروجين آيون موجود زيادة والدم حامضي، أو في دراجز ميتابولايز تخرج برضو عن طريق إيه؟ تخرج من الدم، تتصب فين؟ تتصب في الديستال كونفوليوتد تيوبيولز، وبالتالي يتخلص الدم من نسبة الحامضية لهيدروجين آيون أو دراج ميتابولايز، ويطلع البلد دلوقتي داخل اليورين، يطلع دلوقتي في الكوليكتنج تيبيولز. الجزء الاخير ده اللي هو الكوليكتنج تيبيولز ممكن يعاد امتصاص الميه فيه تاني وبعض الاملاح بس تحت تاثير هرموني. ده الجزء اللي بقول عليه ده الافرنت ارتريول اللي هو الوارد، وده الافرنت اللي هو الصدر. يحصل هنا عمليه فلتريشن، يبقى دي الخطوه الاولى في عمليه الايه تكوين البول، هي فلتريشن فروم ذا بلاد انتو ذا نيفرون. بعد كده هيحصل عملية إيه؟ الخطوة رقم 2 اللي هي عملية ري أبسوربشن فروم ذا فلتريت، تمتص كل المواد المفيدة، جلوكوز والأمينو أسيد والسولتس والووتر، ويبدأ يتركز الإيه؟ البلاد. الجزء بقى في اللي هو الديستال كونفوليتد تيوب، يحصل له عملية إيه؟ سكريشن. وإحنا قلنا يحصل سكريشن لإيه؟ يحصل سكريشن للهيدروجين أين أو للدراج ميتابولايتس. طيب في الجزء الأخير خالص من الإيه؟ عملية الري ابسوربشن بتتم في اللي هو الكوليكتنج تاكت، تبقى اندر ذا هرمونال كنترول. واندر ذا هرمونال كنترول خاصة طبعا هرمون اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون او الاي دي اتش. الانتي دايوريتيك هرمون يعمل ري ابسوربشن للووتر اندر ذا افكت اوف ذا انتي دايوريتيك هرمون، وبالتالي وده طبعا بيزيد اثناء النوم بيقل اثناء النهار، يعني الانسان مستيقظ، وبالتالي عمليه اليورينيشن بتقل وانت نايم، ممكن تنام 10 ساعات او 8 ساعات من غير ما تدخل الحمام، لو انت مستيقظ تدخل فيهم اكتر من مره، ليه؟ نتيجه الايه؟ الانتي دايوريتيك هرمون. وبالتالي البلد
ويز ري ابسوربد ماتيريال، امتص فيه المواد الايه المفيده وما خرجتش، مثلا زي السكر، ولا لو خرج يبقى البول السكري، يبقى مريض بول سكري. وهنا طبعا اليورين بالشكل ده اصبح كونسنتريتد. يبقى انت عندك الوقت الري ابسوربد سبستانس اللي المواد اللي بيحصل لها عمليه ري ابسوربشن، الووتر الاماونت فلتر بير داي قلنا بيحصل 180 لتر بير داي، اللي بيخرج في اليوم حوالي 1.5 لتر اهو، يبقى بيمتص حوالي 99%. الصوديوم مثلا في اليوم بيبقوا 630 جرام، بيخرج في اليوم 3.8، يعني بيحصل له عدد امتصاص ل 99.5%. الجلوكوز 180 جرام بير داي، المفروض ما يخرجش منه ولا حاجة لو إنسان مهوش نوت دايابيتك بيرسون، وبالتالي يبقى 100% يحصل له ري أبسوربشن. اليوريا 54 30 في اليوم، يعني يحصل 44% إعادة امتصاص. بالنسبة للري أبسوربد فلتريت كومبوننت، المكونات الأساسية والنون ري أبسوربد فلتريت كومبوننت، المكونات اللي هي حصلها فلتريشن اللي بيحصلها إعادة امتصاص زي إيه؟ موست ووتر، معظم المية، النيوترينتس المواد الغذائيه، الجلوكوز والامينو اسيد، الريكوارد سولتس والايونز على حسب بقى ايه كونسنتريشن اوف ذيس ايونز او سولتس ان ذا بلاد. هنا بقى النون ابسوربت سام ووتر لازم يحصل له عمليه اخراج، الماتش نيتروجينوس واسس معظم المواد النيتروجينيه لازم يحصل له اخراج، الاكسس سولتس والايونز الموجوده يحصل لها نون ري ابسوربت، يعني لا يعاد امتصاصها. الفلترابل بلاد كومبوننت، ايه المواد اللي هي في البلاد اللي يحصل لها فلتريشن ونون فلتريشن؟ البلاد كومبوننت المكونات الدم، الميه ممكن يحصل لها فلتريشن، النيتروجين فوست برودكت يحصل لها فلتريشن، النيوترينت برضه يحصل لها فلتريشن، والسولت يحصل لها فلتريشن. الفورمد اليمنتس بقى اللي ما يخرجش في الدم ولو خرج يبقى فيه في كيدني فيلر، يعني خلاص في فشل كلوي. الفورمد اليمنت البلاد سيلز وكرات الدم الحمراء، البليتليتس او البلازما بروتين، كل ده ما يخرجش في عمليه الايه الفلتريشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.